بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من الوحدة الأولى من كتاب ويكان للصف الخامس الابتدائي. Rhythms and listening. إيقاعات واستماع. Number one. Chant and do. بمعنى غني ونفذ. هذه الأغنية مشهورة والكل تقريبا يعرفها. نغنيها معا. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. إذن إذا كنت سعيدا وتعرف ذلك صفق بيديك. If you, إذا أنت, happy, سعيد, and you know, وتعرف, you know it, وتعرف ذلك, clap, صفق, your hand, بيديك. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hand. بنعيدها مرة أخرى. One more time. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hand. الحين مع الترجمة. If you're happy and you know it, إذا كنت سعيدا وتعرف ذلك. If you're, إذا كنت. If you're happy. Happy يعني سعيد. And you know, وتعرف ذلك. Clap your hand. Clap, صفق. Your hand, بيديك. If you're happy, إذا كنت سعيدا. And you know it, وتعرف ذلك. Clap, صفق, your hand, بيديك. If you're happy, إذا كنت سعيدا, and you know it, وتعرف ذلك, then your face, فوجهك, will surely show it. سوف يظهر ذلك بالتأكيد. If you're happy, إذا كنت سعيدا, and you know it, وتعرف ذلك, clap, صفق, your hands, بيديك. Sounds and letter. Number two, listen, say and match. Listen, استمع, say, قل, and match, وصل. لدينا أربع صور. لدينا ساعة, قبعة, قفل, ويد. كاب بمعنى قبعة. لوك قفل. كلوك ساعة. كلاب صفق. الصورة المناسبة لا كلمة كلاب هي اليد، لأن اليد هي اللي تصفق. والصورة المناسبة للكلوك هي الساعة بالتأكيد. والصورة المناسبة لكلمة كاب قبعة. والصورة المناسبة لكلمة لوك أي القفل. على سبيل المثال، زي كأننا نقول Please lock the door. يعني أرجوك أقفل الباب. Fun time. وقت المرح. لدينا طالبة وطالبة أخرى. الطالبة الأولى تسأل F is the seventh letter of the alphabet. تقول F, H,
حرف F. Is the seventh هو الحرف السابع في الأحرف الأبجدية letters of the alphabet. وش قالت لها الطالبة الثانية؟ No, it is the seventh letter. لا، إنه الحرف السادس. G is the seventh letter. الحرف G هو الحرف السابع. لنتأكد معا. A B C D A F. إذن الحرف F هو الحرف السادس. أما الحرف G بعد حرف F، فيصبح الF هو الحرف السابع وحرف G هو الحرف السادس. Number 3 Confuse Game، لعبة الأرباك، إنك تربك الطرف الثاني من اللعبة. Try and trick your partner، حاول أن تخدع شريكك أو صديقك. Whatever. أعطاكم بعض الحروف عشان تسألوا فيهم الأسئلة. مثلا letter B، is it in the third letter؟ هل الحرف B هو الثالث؟ الطرف الثاني راح يجاوب no, it is second letter. C is the third letter. وهكذا. اللعبة مرة حلوة، تقدروا تلعبوها مع أخوانكم أو أخواتكم مدام إن التعليم عن بعد. أي إنه لعبة الخداع، تخدعي أختش أو أخوش. مثلا تقولي إلى أو تقولي لها J is the first letter of the alphabet، بتقول لش No, it's the ten letter. A is the first letter. وهكذا. في هذه الصفحة سوف نتعلم الترتيب، مثلا الترتيب في الصف، الترتيب في المجموعة، وليس أرقام. First أول، الأول. First الأول، وليس رقم واحد. Second الثاني. Third الثالث. Fourth رابع. Fifth الخامس. Sixth سادس. Seventh سابع. Eighth ثامن. Ninth تاسع. Tenth العاشر. من باب كسر الروتين العبوا هذه اللعبة مرة تجنن. من خلال هذا الدرس نستطيع أن I can't chant that if you happy and you know it، أن أغني أغنية إذا كنت سعيدا وتعرف ذلك. chant with a partner مع صديقك، أن تغني أغنية مع صديقك. play the confused game with a partner and say sixth, seventh, eighth. أن ألعب لعبة الأرباك مع صديقك وأقول السادس، السابع، الثامن، وهكذا. Goal 3 Feelings, Rhythms and Listen. الهدف الثالث I can chant that if you're happy and you know it. Chant with your partner. أن أغني أغنية إذا كنت سعيدا وأعرف ذلك مع صديقي. Number 1 Listen, say and do. استمع، قل، ونفذ. 2 Listen, chant and do trick. استمع، غني، نفذ وتتبع. If you're happy and you know it, clap your hand.
If you're happy, إذا كنت سعيدا. And you know it, وتعرف ذلك. Clap your hand, صفق بيديك. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Goal 4, الهدف الرابع. I can play the confused game with a partner and say 6, 7, 8. أستطيع أن ألعب لعبة الأرباك مع صديقي وأقول 6, 7, 8. Number 1, listen and touch. استمع وألمس. Finger, foot, face, shoulder. Number 2, listen and match. Write. عندنا أحرف هجائية وعندنا 3 أسئلة. 1, E is the 5th letter of the alphabet. E هو الحرف الخامس من الأحرف الأبجدية. نتأكد. A, B, C, D, E. صح، هو الحرف الخامس. 2, H is the 9th letter of the alphabet. H هو الحرف الثامن من الأحرف الأبجدية. نتأكد. A, B, C, D, A, F, G, H. إذن هو الحرف الثامن. 3, I in the 9th letter of the alphabet. نعد مع بعض. A, B, C, D, E, F, G, H, I. إذن هو الحرف التاسع. في هذا المستطيل مطلوب منكم أن تضعوا الأحرف الأبجدية بالترتيب. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. مين الأول من الحروف الأبجدية؟ A. بعدين الثاني B. ثالث C. الرابع D. الخامس E. السادس F. السابع G. الثامن H. التاسع I. العاشر J. Number 3, John the dots right. Foot, foot, قدم. Hand, يد. فقط تضع الحروف الناقصة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.